الآن الله يسلمكم، واحد من أهم الأسباب في تكلمنا، قلت لكم خليكم معنا اليوم على عدة منتجات. طبعا الكلام اللي حنتكلم عليه اليوم كله يدخل على تكييف السيارة، تكييف البيت والثلاجات، الفريزرات. عشان كده لاحظوا Air Conditioning and Refrigerating Solutions اللي هي أنظمة التكييف والتبريد. فين؟ في البيت، في المكتب، في السيارة، إيش ما كان، مدام فيها كومبريسر وتبريد فجماعة إن شاء الله عندهم حلولها. الآن أتكلمنا على كيف تحسن، أنا راجع معكم رجوع لورا شوية، ابتدينا كيف نحسن التبريد، كيف نكتشف التهريب التبريد، وكمان بنتكلم الله يسلمكم على إيش الأسباب اللي تقصر عمر التكييف. من ضمن الأشياء اللي جدا مهمة اللي بتدمر التكييف، نظام التبريد من الداخل، حاجة يسموها acidity اللي هي الحموضة. طبعا الزيت زي ما شرحنا لكم حلقات الزيوت قبل كده بتكون أساس معدني أو أساس سينثيتك صناعي، والزيوت والموية ما تختلط مع بعض أبدا. في عندنا اختراع جدا مهم في العالم العربي اسمها رطوبة، وما شاء الله عندنا كان في المنطقة الغربية في الحجاز وجدة علين الحدود مع الأردن أو في المنطقة الشرقية مع دول الخليج بالكامل، حتى حوض البحر الأبيض المتوسط، أي بلد ساحلية عندهم رطوبة. الرطوبة إيش بيصير؟ أحيانا ما تخش جوا السيستم، نظام التبريد هذا، مع التفاعل يبتدي فيها تفاعل جوا سام بالنسبة للأجهزة التكييف اللي هو بتخلق حموضة، البي اتش يكون عالي اللي هي زي حمض الكبريت، وهذا يبتدي يخلي الجهاز جوا يتاكل. من ضمن الصيانة الوقائية أو الإصلاحات، بدون ما تخش في إصلاحات مكلفة جدا، في قياس عندهم جهاز يقيسوا فيه الأسيديتي الحموضة، وفي حسب الدرجة حقتها إذا في درجة اللي ممكن يلحقوها، في عندهم منتج هنا كمان يمنع الأسيديتي، اقتل الحموضة هذه ورجع الزيت لحالته الطبيعية بدون ما يتدمر بالكامل من الرطوبة ويتخس تخسر لك على الأقل فتح كلام 3000 ريال فما فوق في نظام التكييف حق السيارة أو البيت أو المكتب أو الثلاجة. خلوكم معنا اليوم نكمل باقي أنظمة التبريد كاملة، خلوكم معنا.